من تكلم بكلمة الكفر ثم استغفر الله من حينه فهل عليه أن يغتسل؟ لا، ليس عليه أن يغتسل. إذا تاب إلى الله واستغفر توبة صحيحة يكفي هذا، ليس عليه اغتسال. لكن الكافر الأصلي، الكافر الأصلي إذا تاب بعض العلماء يرى أنه يغتسل، لأنه ورد في حديث ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. ولكن الجمهور على أن حتى الكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤمر بالاغتسال، لأنه أسلم أناس كثير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال. نعم، يقولون إن الردة تنقض الوضوء، كذا يقولون. هذا بناء على أن أعمال المرتد تبطل ولو تاب، أعماله التي قبل الردة تبطل ولو تاب، فإذا تاب يبدأ من جديد. هذا قول بعض العلماء. القول الثاني إن أعماله قبل الردة إذا تاب ترجع إليه ولا تبطل، فيبقى وضوءه، يبقى حجه، يبقى عمله الصالح، يرجع إليه. وهذا هو الصحيح، لأن الله قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، أدل على أنه إذا لم يمت وهو كافر بل تاب أن أعماله السابقة لا تحبط.